أعلنت الحكومة تولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ حزمة من المشروعات الهامة بمحافظات صعيد مصر. وأوضحت الحكومة أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ذلك لتطوير الريف المصري بإجمالي 1384 مشروعاً وبتكلفة إجمالية تتجاوز 26 مليار جنيه في 11 مركزاً بمحافظات المنيا وبني سويف وأسيوط. أكد تقرير حديث للأمم المتحدة أن العالم ما زال بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015 مثل معالجة الفقر والجوع، ذلك لأسباب من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا. خلص التقرير إلى أنه لا يوجد أي هدف من الأهداف 17 في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، إذ أظهرت معظم الأهداف تقدماً محدوداً أو تراجعاً. وحتى التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل وكذلك تحديث نظام الأمم المتحدة نفسه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة بعد أن أظهر مسح ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 18% ليصل إلى 82.47 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% ليصل إلى 78.29 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 21% لتصل إلى 2.47 دولار للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.7% لتسجل 2.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة لسحب المزيد من النفط من المخزون الاستراتيجي لوقف أي قفزة في أسعار البنزين هذا الصيف. وقال آموس هوكشتاين كبير مستشار بايدن إن أسعار النفط لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأمريكيين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في الشراء حتى العام المقبل. وتشتري وزارة الطاقة هذا العام نحو 3 ملايين برميل نفط شهرياً من أجل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ذلك بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.